أهلا بيكم. لو عاوز تشتري سيارة جديدة أو مستعملة، ربع نقل أو ملاكي، يبقى أنت في المكان الصحيح، لأن قناة عربيات بتقدم أكبر خدمة لبيع وشراء السيارات على الإنترنت. كل اللي عليك إنك تفعل زر الجرس وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. النهاردة إن شاء الله جبت لحضراتكم عربية شيفروليه دبابة، موديل العربية 1983، مستعملة للبيع في مصر. يلا بينا على بركة الله نسيب حضراتكم مع بعض الصور الخاصة بالعربية، وبعدين نقول لحضراتكم على مواصفات العربية وكمان سعر العربية وكمان طرق التواصل مع صاحب العربية. رجعت لحضراتكم من جديد علشان اقول لحضراتكم على بعض المواصفات الخاصة بعربية شيفروليه دبابة، موديل العربية 1983. العربية فيها رخصة لمدة سنة، مرور برقاش الجيزة، العربية رشة خارجي فقط، دواخل العربية فابريكا بدون جرام بويا واحد، العربية الموتور بتاعها شغال بدون مشاكل، العربية آلات الجر والشاسيه والكورونا والفتيس كله شغال بدون اي مشاكل، العربية مش عايزة جنيه مصروف. هنقول لحضراتكم دلوقتي على سعر عربية شيفروليه دبابة، موديل العربية 1983، سعر العربية 50,000 جنيه والسعر قابل للتفاوض. سعر العربية 50,000 جنيه والسعر قابل للتفاوض. للتواصل مع صاحب العربية هيكون على رقم 012-824-29669. للتواصل مع صاحب العربية هيكون على رقم 012-824-29669. النهاردة إن شاء الله جبت لحضراتكم عربية شيفروليه دبابة، موديل العربية 1997، مستعملة للبيع في مصر. يلا بينا على بركة الله نقول لحضراتكم على بعض المواصفات الخاصة بالعربية وكمان سعر العربية وكمان طرق التواصل مع صاحب العربية، ولكن هنسيب حضراتكم مع بعض الصور الخاصة بالعربية. رجعت لحضراتكم من جديد علشان اقول لحضراتكم دلوقتي على بعض المواصفات الخاصة بعربية شيفروليه دبابة، موديل العربية 1997. العربية فيها رخصة منتهية مرور الأنطمية، العربية رشة خارجي فقط، نظافة، العربية داخلها فابريكا بدون جرام بويا واحد، العربية فيها طقم شنطة سبور بكاوتش جديد، العربية الموتور حالته كويسة، وآلات الجر والشاسيه والفتيس والكورونا بحالة ممتازة، العربية مش عايزة جنيه مصروف. هنقول لحضراتكم دلوقتي على سعر عربية شيفروليه دبابة، موديل العربية 1997، سعر العربية 90,000 جنيه. سعر العربية 90,000 جنيه. للتواصل مع صاحب العربية هيكون على رقم 012-249-4690. للتواصل مع صاحب العربية هيكون على رقم 012-249-4690. النهاردة إن شاء الله جبت لحضراتكم عربية شيفروليه دبابة، موديل العربية 1997، مستعملة للبيع في مصر. هنسيب حضراتكم دلوقتي مع بعض الصور الخاصة بالعربية، وبعدين هنقول لحضراتكم على مواصفات العربية وكمان سعر العربية وكمان طرق التواصل مع صاحب العربية. رجعت لحضراتكم من جديد علشان اقول لحضراتكم دلوقتي على بعض المواصفات الخاصة بعربية شيفروليه دبابة، موديل العربية 1997. العربية فيها رخصة منتهية مرور الأنطمية، العربية رشة خارجي نظافة فقط، العربية دواخل فابريكا، العربية فيها كاوتش جديد، العربية فيها بطارية جديدة، العربية الموتور بحالة ممتازة، العربية مش عايزة جنيه مصروف، العربية فيها أرضية صدم جلفن، العربية بحالة ممتازة. هنقول لحضراتكم دلوقتي على سعر عربية شيفروليه دبابة، موديل العربية 1997، سعر العربية 80,000 جنيه. سعر العربية 80,000 جنيه والسعر كمان قابل للتفاوض.
للتواصل مع صاحب العربية هيكون على رقم 012-2486-2590. للتواصل مع صاحب العربية هيكون على رقم 012-248-62590. النهاردة إن شاء الله جبت لحضراتكم عربية نيسان ربع نقل موديل العربية 2000 مستعملة للبيع في مصر. يلا بينا على بركة الله نسيب حضراتكم مع بعض الصور الخاصة بالعربية، وبعدين هنقول لحضراتكم على مواصفات العربية وكمان سعر العربية وكمان طرق التواصل مع صاحب العربية. رجعت لحضراتكم من جديد علشان اقول لحضراتكم دلوقتي على بعض المواصفات الخاصة بعربية نيسان ربع نقل موديل العربية 2000. العربية فيها رخصة لمدة شهر فقط، مرور التبين، العربية فابريكا بالكامل بدون جرام بوية واحد لا من الخارج ولا من الداخل، العربية آلات الجر والموتور والفتيس بحالة ممتازة، العربية فيها طبلية خشب، العربية مش عايزة جنيه مصروف. هنقول لحضراتكم دلوقتي على سعر عربية نيسان ربع نقل موديل العربية 2000، سعرها 90,000 جنيه والسعر قابل للتفاوض. سعر العربية 90,000 جنيه والسعر قابل للتفاوض. للتواصل مع صاحب العربية هيكون على رقم 011-2662-2613. للتواصل مع صاحب العربية هيكون على رقم 011-2662-2613. النهاردة ان شاء الله جبت لحضراتكم عربية شيفروليه دباج موديل العربية 1994 مستعملة للبيع في مصر. يلا بينا على بركة الله نقول لحضراتكم على بعض المواصفات الخاصة بالعربية وكمان سعر العربية وكمان طرق التواصل مع صاحب العربية، ولكن هنسيب حضراتكم مع بعض الصور الخاصة بالعربية الأول. رجعت لحضراتكم من جديد علشان اقول لحضراتكم دلوقتي على بعض المواصفات الخاصه بعربيه شيفروليه دبابه موديل العربيه 1994. العربيه فيها رخصه 6 شهور، مرور برقاش الجيزه، العربيه رشه خارجي فقط، دواخل العربيه فابريكا بدون جرام بويه واحد، العربيه فيها طقم جنوط سبور بكاوتش جديد، العربيه فيها كمان بطاريه جديده، العربيه حاله الموتور ممتازه والات الجر والشاسيه بحاله ممتازه، العربيه مش عايزه جنيه مصروف. هنقول لحضراتكم دلوقتي على سعر عربية شيفروليه دبابة موديل العربية 1994، سعرها 85,000 جنيه قابل للتفاوض. سعر العربية 85,000 جنيه قابل للتفاوض. للتواصل مع صاحب العربية هيكون على رقم 012-234-19259. للتواصل مع صاحب العربية هيكون على رقم 012-234-19259. النهاردة ان شاء الله جبت لحضراتكم عربية ايسوزو دي ميكس موديل العربية 2005 مستعملة للبيع في مصر. يلا بينا على بركة الله نسيب حضراتكم مع بعض الصور الخاصة بالعربية، وبعدين هقول لحضراتكم على مواصفات العربية وكمان سعر العربية وكمان طرق التواصل مع صاحب العربية. رجعت لحضراتكم من جديد علشان اقول لحضراتكم دلوقتي على بعض المواصفات الخاصه بعربيه ايسوزو دي ميكس موديل العربيه 2005. العربيه فابريكا بره جوه بدون جرام بويه واحد لا من الخارج ولا من الداخل، العربيه فيها رخصه لمده شهرين، العربيه مرور التبين، الموتور والات الجر والشاسيه بحاله سليمه، العربيه مش عايزه جنيه مصروف. هنقول لحضراتكم دلوقتي على سعر عربية ايسوزو دي ميكس موديل العربية 2005، سعر العربية 170,000 جنيه قابل للتفاوض. سعر العربية 170,000 جنيه قابل للتفاوض. للتواصل مع صاحب العربية هيكون على رقم 010-30-221254. للتواصل مع صاحب العربية هيكون على رقم 010-30-221254.
النهاردة إن شاء الله جبت لحضراتكم عربية شيفروليه دبابة موديل العربية 1989 مستعملة للبيع في مصر. هنسيب حضراتكم مع بعض الصور الخاصة بالعربية وبعدين هنقول لحضراتكم على مواصفات الخاصة بالعربية وكمان سعر العربية وكمان طرق التواصل مع صاحب العربية. رجعت لحضراتكم من جديد علشان اقول لحضراتكم دلوقتي على بعض المواصفات الخاصة بعربية شيفروليه دبابة موديل العربية 1989. العربية رشة خارجي فقط، دواخلها فابريكا بدون جرام بويا واحد. العربية فيها موتور بنزين، العربية الموتور حالته ممتازة وآلات الجر سليمة. العربية فيها رخصة 3 شهور مرور الأطامية. هنقول لحضراتكم دلوقتي على سعر عربية شيفروليه دبابة موديل العربية 1989 سعرها 30,000 جنيه. سعر العربية 30,000 جنيه قابل للتفاوض. للتواصل مع صاحب العربية هيكون على رقم 010-935-72183. للتواصل مع صاحب العربية هيكون على رقم 010-935-72183. النهاردة إن شاء الله جبت لحضراتكم عربية ميتسوبيشي ربع نقل دبل كابينة مستعمل موديل العربية 2002 مستعملة للبيع في مصر. يلا بينا على بركة الله نسيب حضراتكم مع بعض الصور الخاصة بالعربية وبعدين هنقول لحضراتكم على مواصفات العربية وسعر العربية وكمان طرق التواصل مع صاحب العربية. رجعت لحضراتكم من جديد علشان اقول لحضراتكم دلوقتي على بعض المواصفات الخاصة بعربية ميتسوبيشي ربع نقل 2 كابينة موديل العربية 2002. العربية فابريكا دواخل رشة بره نظافة فقط. العربية عفشة جديدة فيها بطارية جديدة. العربية فيها كاوتش جديد. العربية اول مالك. العربية كانت لط شرطة. العربية فيها رخصة 3 شهور مرور دنيات. العربية بحالة كويسة مش عايزة جنيه مصروف. هنقول لحضراتكم دلوقتي على سعر عربية ميتسوبيشي ربع نقل 2 كابينة موديل العربية 2002 سعر العربية 120,000 جنيه. سعر العربية 120,000 جنيه. للتواصل مع صاحب العربية هيكون على رقم 012-270-09-274. للتواصل مع صاحب العربية هيكون على رقم 012-270-09-274. النهاردة إن شاء الله جبت لحضراتكم عربية شيفروليه دبابة موديل العربية 1983 مستعملة للبيع في مصر. يلا بينا على بركة الله هسيب حضراتكم مع بعض الصور الخاصة بالعربية وبعدين هقول لحضراتكم على مواصفات العربية وكمان سعر العربية وكمان طرق التواصل مع صاحب العربية. رجعت لحضراتكم من جديد علشان اقول لحضراتكم دلوقتي على بعض المواصفات الخاصة بعربية شيفروليه دبابة موديل العربية 1983. العربية فابريكا دواخل. العربية رشة خارجي فقط. العربية فيها طقم جنوط سبور بكاوتش جديد وبطارية جديدة. العربية فيها شهادة مخالفات وشهادة بيانات. العربية مرور التبين. العربية حالة الموتور وآلات الجر ممتازة. العربية مش عايزة جنيه مصروف. العربية الموتور بتاعها شغال بدون أي مشاكل. هنقول لحضراتكم دلوقتي على سعر عربية شيفروليه دبابة موديل العربية 1983 سعرها 40,000 جنيه قابل للتفاوض. سعر العربية 40,000 جنيه والسعر قابل للتفاوض. للتواصل مع صاحب العربية هيكون على رقم 010-237-29026. للتواصل مع صاحب العربية هيكون على رقم 010-237-29026. النهاردة إن شاء الله جبت لحضراتكم عربية شيفروليه جامبو موديل العربية 1998 مستعملة للبيع في مصر. هسيب حضراتكم مع بعض الصور الخاصة بالعربية وبعدين هقول لحضراتكم على مواصفات العربية وكمان سعر العربية وكمان طرق التواصل مع صاحب العربية.
رجعت لحضراتكم من جديد علشان اقول لحضراتكم دلوقتي على بعض المواصفات الخاصة بعربية شيفروليه جامبو موديل العربية 1998. العربية عليها كابينة ومكنة استيراد. العربية فابريكا بالكامل بدون جرام موية واحد. العربية فيها رخصة لمدة شهرين مرور القطامية. العربية مش عايزة جنيه مصروف. هنقول لحضراتكم دلوقتي على سعر عربية شيفروليه جامبو موديل العربية 1998. سعر العربية 145,000 جنيه. سعر العربية 145,000 جنيه. للتواصل مع صاحب العربية هيكون على رقم 010-13-440-764. للتواصل مع صاحب العربية هيكون على رقم 010-13-440-764. النهاردة إن شاء الله جبت لحضراتكم عربية شيفروليه دبابة موديل العربية 2007 مستعملة للبيع في مصر. يلا بينا على بركة الله. هسيب حضراتكم مع بعض الصور الخاصة بالعربية وبعدين هقول لحضراتكم على مواصفات العربية وكمان سعر العربية وكمان طرق التواصل مع صاحب العربية. رجعت لحضراتكم من جديد علشان اقول لحضراتكم دلوقتي على بعض المواصفات الخاصة بعربية شيفروليه دبابة موديل العربية 2007. العربية فابريكا بالكامل بدون جرام بويا واحد. العربية فيها رخصة لمدة سنة مرور برقاش جيزة. العربية الموتور سليم ولا الجر سليمة. العربية فيها طقم مجنوط سبور بكاوتش جديد. العربية فيها كمان بطارية جديدة. العربية مش عايزة جنيه مصروف. العربية تعتبر من الممنوعات. هنقول لحضراتكم دلوقتي على سعر عربية شيفروليه دبابة موديل العربية 2007 سعرها 148,000 جنيه. سعر العربية 148,000 جنيه. للتواصل مع صاحب العربية هيكون على رقم 010-600-80365. للتواصل مع صاحب العربية هيكون على رقم 010-600-80365. ده كان موضوعنا النهاردة. استنونا في عربيات جديدة واخبار جديدة على قناتكم على اليوتيوب قناة عربيات. لو عجب حضرتك الفيديو او استفدت منه ما تبخلش علينا بلايك وكمان تفعل زر الجرس علشان يجي لحضرتك كل الفيديوهات اللي بننزلها على القناة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.